إهانة حقيقية، مفيش نحات بيكتبوه علشان يعمل تمثال. النحات عقله يلهمه ووجدانه وإحساسه ليعمل بيديه والعجينة. الرسام ما ينفعش مجموعة ترسم لوحة. كذلك الفن الدرامي مفيش حد، مش خمسة ستة علشان يعمل ورشة. احنا عندنا أدباء وفنانين في الستينات موروث، ويمكن كمان الوزيرة زيدت عليها كمان، لا من العشرينات عندنا تراث من العشرين، سواء في الموسيقى أو في الأوبرا. الأوبرا عشان كده دايما بتقدم مثلا بحيرة البجعة، تقدم قصة البندق، تقدم التراث اللي عندها. الموسيقى العربية كذلك، الأوركسترا السيمفوني، ده يعني شيء فرحني قوي. الأوبرا منافس ليا طبعا، منافس لما اعرف انها كومبليه، وانا كومبليه بس مسرح اكبر شويه، ابقى فرحان انها كونت من اول ما كانت عاشقه للاوبرا لغايه النهارده وهي بتدير الاوبرا. يمكن التقينا كتير، هي عاشقه لهذا المكان حتى وهي وزير. والدكتور مجدي صابر طبعا مشي على الضرب، وبقى دلوقتي بقى فيه كتله عظيمه جدا من الجمهور على طول مواظب للارتياد بدار الأوبرا. شيء عظيم جدا، هو دي اللحظة اللي نستطيع أن نسمو بوجدانهم وبعقلهم وبفكرهم وبذوقهم العام. أتمنى أن احنا نرجع نقدم التراث الريبرتوار، نقدم الستينات على الأقل. يعني احنا عندنا سعد الدين وهبة، وعندنا عبد الرحمن الشرقاوي، وعندنا صلاح عبد الصبور، عندنا محمود دياب، وعندنا لطفي القولي، وعندنا عبد الرحمن الشرقاوي وميخائيل رومان، كتير كتير كتاب وألفريد فرج. مهما عندنا نصوص كتير ممكن نقدمها برؤية حقيقية، ونختار اللي هي عبقرية الاختيار وشجاعة الاستبعاد. نقدم لأن الأجيال الجديدة محتاجة تتعود، ومش هتتعود بفرقة أو فرقتين، إنما لأ. أنا آسف، خلاص قربت، لا أنت عملت قرب مني زيادة. فأنا عايز أقول إن دي توصية مني ومعالي الوزير متفقة بده، فعلا كل اللي يقدر إنه يرجع تاني ويقدم الريبرتوار تاني، نحط إيدينا في إيدين بعض فعلا علشان المسرح يرجع لتاني. بشكر الأستاذ محمود عبد الله اللي هو عضو أساسي في مجلس الإدارة في متروبوليتان، إن الراجل ده كمان هو كان نصير بالنسبة لي علشان يفرض أو مش يفرض، أي يوصل لهم العرض المسرحي بتاعهم بتاعي والسيرة الذاتية، علشان هم فعلا أنا عندما أثق في التكريم بحترم أكثر. متروبوليتان اللي هي في اي بي إديشن، يعني متداولة وتقدم للشخصيات الرائدة في عالم الفن